Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alamin Hari ini kita akan belajar surat at Taubah Ayat 73 sampai dengan ayat 79 Baik kita mulai pembelajaran hari ini dengan pembacaan isti'adah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين والمنافقين واغلظ عليهم. wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما عذاباً أليماً في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتنا لئن آتانا لئن آتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته